اللي بده بنت مو محجبة يروح يدور واحدة مش محجبة. ما ينفع تأخذ واحدة مش محجبة وتفرض عليها الحجاب بسطوة وسلطة قوامتك. طيب يا دكتور، أنا الله هداني ويسر أمري، أعرف كنت غلطان، بس أنا بدي زوجتي لأنه أنا يعني حابب أني أفوت أنا وياها الجنة، ليش أنت زعلان؟ أنا مو زعلان. كيف؟ بالأدب واللطف والاحترام والذوق والهدوء. طيب خلينا نقلب الآية، خلينا نقلب الصورة، خلينا نقلب المشهد. فلنفرض أنك أنت أزعر وحفرت لي وتزوجتها، وهي مع الأيام الله نظر إليها نظرة حب وحنان ورأفة، وهي تحجبت وصارت أمورها كويسة ومشت أمورها تماما. طيب شو السؤال؟ السؤال بدها إياك تلتزم بالصلاة وتقوم على صلاة الفجر، أنت اللي تسهر للصبح، وده شو ينفع لها تجبرك؟ ينفع انها تروح تخلعك في المحكمة لانك غير منضبط وملتزم؟ ينفع انها تجبرك؟ ينفع انها تحرمك جنسيا عشانك انت شخص مو ملتزم في الدين؟ برضو لا. كيف؟ باللطف والادب والتؤدة والاحترام. واثنين، تتذكروا لست عليهم بمسيطر.